السلام عليكم خوتي المغاربه الاعزاز اللي موصلني على الزيت اخوتي هذا الزيت حلوه خوتي خواتاتي الاعزاز ديال مدينه مكناس ديال مولاي ادريس عيطوا لي في التليفون عطيهم النمر ودابا دابا نحطوا لكم النمر اخوتي شحال ما بغيتوا يا عشاء هاني هاني تخبطوا زيد هنا زيد بحال زيد زيد البشر يا خويا الشيخ خوتي اللي بغى الليتر ديال الزيت نحسبوا له ب 70 درهم فهمتيني حلوه على حسابي وما مغشوشاش ما مخلطه ما فيها كينه ما حتى شي حاجه بحال ديال الوالده ديالي فهمتيني 70 درهم مرحبا بكم شحال ما بغيتي بغيتي نوصلوها لكم للدار نوصلوها لكم للدار بغيتو نصيفطوها لكم في الجوميه نصيفطوها لكم في الجوميه 70 درهم الليتر ديال هذا العام هذا 70 درهم الليتر لا لا صافي بقات لي بغيتوها في الجوميه نصيفطوها لكم في الجوميه بغيتو نجيبوها لكم حتى للدار اللي بغانا في مكناس يجي عندنا السينما الملكي نعطيوها له حر عمي ارجع حسابي ما تقبطوش قبطي هادشي وخا يبان معنا القطاعه هادي فهمتيني صافي دقيقة بارك خوتي هزيت البلدية د مكناس اخوتي اللي بغاها يتصل بيا انا غادي انا غنجيب لكم السلعة بغيتوها في جومية في جومية بغيتو نوصلها لكم تال الدار تال الدار اللي داخل مكناس وخارج مكناس ولا حتى في اوروبا راه صيفطناها للناس في اوروبا سوبر خويا الزيتون شحال الزيتون هذا ها 30 درهم هذا ما تقبطوش معانا هذا قرب حدايا بحال بحال 30 درهم ديال هذا العام ديال هذا العام دامي هو تاع هذا العام هذا خوتي ديال هذا العام حلو هذا راكم عارفين ديال العام الاول هذا جديد تاع هذا العام هذا جديد ديال هذا العام شحال هذا 25 درهم 25 درهم صرفوا الثمن الحقيقي هذا 30 درهم العام الاول اخوتي الله يسهل عليك الزيتون مشرمل عاوتاني هذاك راه مشرمل اللي بغى الزيت اخوتي يتفاهم معايا انا نحط النمره ديالو غادي يجي يشدها من عند هذا صاحبي يعطيني حتى 20 يترو حتى 10 يترو بغيتو يترو غادي يترو دوز على المول تما كاين السوق كبير على حسابي حلوه وديال هذا العام وكاين الحين الله يسلم هذا هو اللي نقول لكم اخوتي النمره تلقاوها ومكناس مولاي ادريس الاول معروف الزيتونه في مكناس عندك فلسطين وتابعنا مكناس والزيتون هذه معروفه في العالم وتونس ولكن زيت مكناس ديال المنومي انا مولاي ادريس الاول ولي لي قصر في العون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم اخوتي عندنا شكرا اخويا